نرحب بخبيرنا التحكيم المتميز كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا معاك. تحياتي ليك كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. تحياتي لنجوم الكبار الكابتن شريف عبد المنعم وكابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن عادل عبد الرحمن. نورنا كابتن. نورنا كابتن. النهارده كابتن ايمن عندنا اكثر من حاله يعني تستحق الشرح من خلال المباراه. عندنا الاول بس نتكلم على محمد عادل. كابتن علاء هو محمد عادل تقريبا بقاله 8 اشهر لم يدير اي مباراه للنادي الاهلي. خلي بالك يعني انا بكلم حكم دولي وده سؤال يعني لما يبقى حكم دولي عندك وتبعده عن مباراه الاهلي 8 اشهر. طب السؤال النهارده لو النهارده محمد عادل مثلا اخطا يا كابتن علاء وده كان وارد ليه؟ هو داخل تحت ضغط بقاله فتره ما بيلعبش وعاوز ينجح وبالتالي النهارده انت كحكم ما بتضمنش انك انت تعدي 90 دقيقه بدون اخطاء. ولكن 8 اشهر النهارده يعني اعتقد من وجهه نظري هو عاود او عوده حميده ليه ادار مباراه بشكل جيد وده من خلال الحالات التحكيميه على الرغم ان كان هناك ضغوط قبل المباراه عليه واثناء المباراه عليه. في الحقيقه طبعا هو تحرر النهارده من هذه الضغوط وكمان المباراه ساعدته كابتن علاء ما كانش فيها احداث كتيره داخل مناطق الزمالك.